وقل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فهل يظن بعد ذلك ظان أن تلك السوسة التي ظهرت في جسد أهل السنة لتنخره من الداخل سينصرها الله؟ هل يظن بعد ذلك ظان أن جسد أهل السنة سيضعف بسبب هذه السوسة؟ أهل السنة منذ فجر الإسلام حوربوا، حاربهم المعتزلة، حاربهم الخوارج، حاربهم الشيعة، حاربهم المرجئة، حاربهم الأشاعرة، حاربهم الماتريدية، حاربهم الإباضية، الصوفية، الحلولية، الاتحادية، حاربهم الملاحدة، حاربهم العلمانيون، حاربهم الليبراليون، وكل من ظهر بمنهج منحرف بدأ بأهل السنة، فما ضعفوا وما وهنوا وما استكانوا، بل كانوا على الحق ظاهرين، كانوا قائمين بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم ولا من خالفهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال في لفظ: قائمين بأمر الله. فإن جاءت فرقة وبدعت علماء أهل السنة فقد سبقها الكثير، وكونها انتسبت إلى أهل السنة وأظهرت نفسها على أنها حامية لأهل السنة فقد سبقها الكثير. اقرأوا كتب الأشاعرة القديمة. وإن تسمت بالسلف، وإن انتسبت إلى السلف، فسلفها ذو الخويصرة الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعدل يا محمد. فقال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت إذا لم أعدل. ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه الفرقة تحارب أهل الإسلام وتبدع أهل الإسلام، وقد سلم منها من أدخل الأوثان إلى جزيرة العرب، ولم يسلم منها من قال لا إله إلا الله ودعا إلى السنة وحاجج الناس بكتب السلف وبما كان عليه أهل القرون الثلاثة الأولى. هذا لم يسلم منها، إنما الذي سلم منها منكروا السنة، الليبراليون، العلمانيون. لا تجد شر هذه الفرقة منصبا عليهم كما تجده منصبا على أهل السنة، وهم يقولون أنهم من أهل السنة. بئست السنة هذه.